السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منصة وزارة التربية والتعليم معكم مستر علي البدراوي في درس جديد من دروس ماس جريد 4. النهاردة هنتكلم في comparing big number، يعني مقارنة الأعداد الكبيرة. ده في تيزوم 1 number sense and operation unit 1 place value concept 2-2 using place value lesson 5 comparing big number. ال learning object تعلم في ال student will be used place value to compare large number، يعني التلميذ هيتعلم فيه ازاي يستخدم الاعداد الكبيره في ال compare او في مقارنه الاعداد. student will be symbols، يعني العلامات للزان ومرزان to express numerical comparison. نبدأ كده ونشوف الدرس بتاعنا. هنا بقول لي بوت لزان ومرزان equal to between the each numbers. نقرأ النمبر كده الأولاني 524 compare between 345. هنا 500 في النمبر الأولاني وفي 300 في النمبر الثاني. يبقى دايما معروف كده ان ال 500 more than 300 يبقى هنعمل له العلامة بتاعتنا تبقى ايه؟ more than، يعني 524 more than 345. طب 45 ولا 200؟ ال 45 دول 2 ديجيت وال 200 3 ديجيت، يبقى طبعا ال 200 اكبر. اللي بعدها 109 و901، دي 100، ال 100 اللي هنا فيها 1 وال 100 اللي هنا فيها 9، يبقى 900 more than 100. اللي بعدها 90 954، دول 2 ديجيت ودول 3 ديجيت، يبقى 3 ديجيت اكبر. تمام. طيب في هنا 37048، دول 5 ديجيت، واللي بعدها 37000 كمان 1484 37184. طب ال 1000 اللي هنا 37 وال 1000 اللي هنا كمان 37 equal. طب نجيب بقى ال ones اللي هنا كام؟ 48، وجروب ال ones اللي هنا 184، لا جروب ال ones الكبير 184، فهنحط العلامة بتاعتي تبقى ايه؟ تبقى لز. تمام كده. نجيب الجروب الثاني، المجموعة الثانية هنا 624 628، ال 100 equal ال 100. تمام. ال 10 اللي هنا 20 وال 10 اللي هنا 20 وال 10 equal ال 10. طب ال 1 اللي هنا 4 وال 1 اللي هنا 8، يبقى هنا معايا ال 8 more than، يبقى تاني هتبقى 624 less than 628. طب تاني بعد كده في معايا 430 و481. ال 430 معايا هنا و481 دول 3 ديجيت ودول 3 ديجيت، فنشوف كده 430 هنا 30 وهنا 81، لا ال 81 مور ذان ال 30، يبقى هنحط ليه الذان. طب هنا في معايا 600 وهنا 90 600 دول 3 ديجيت و 96 دول 2 ديجيت، يبقى 600 مور ذان 96، يبقى 600 مور ذان 96. هنا معايا 400 وهنا 40 تنس. يا ترى ال 400 ولا ال 40 تنس؟ ال 40 تنس دي بكام؟ نشوف كده ال 40 تنس. التنس ده بزيرو، التنس ده احط مكانه زيرو يبقى نوصل كده التنس، يبقى دي هتبقى 400. دي 400 دي 400، يبقى الحل بتاعي يبقى equal to. طب الاخر حاجة معايا هنا 217,906 و 271,906، مين الأكبر؟ دي 217 ودي 271، لا 71 أكبر، يبقى تبقى للزر. نكمل كده. طب معايا هنا 571 مليون، تمام، 6,000
571 مليون 6254، وقابلنا 571 مليون 600,329. هنا جروب المليون ايكوال جروب المليون، يعني جروب المليون اللي هنا زي جروب المليون اللي هنا، وجروب الثاوزن ايكوال جروب الثاوزن. لكن جروب الوانس هو اللي مختلف، يعني هنا الجروب ده زي الجروب ده، وجروب الثاوزن دي اللي هنا 600,000 هو جروب الثاوزن دي اللي هنا 600,000. لكن جروب الوانس اللي هنا 254 وهنا 329، لا يبقى 329 هي الأكبر. طب اللي هنا بعد كده المسألة نمبر 2 دي 100 في جروب المليون يبقى 100 مليون. طب والتانية 99 مليون 999,999. جروب المليون اللي هنا في 99 وجروب المليون اللي هنا 100، يبقى لا ال 100 مور ذان هنا 7 10,000، 10 بزيرو والثاوزن ب 3 زيرو، يبقى نحط كمان 3 زيرو، يبقى ده 70,000 وهنا 7,000، لا 70,000 حتى كمان هنا 4 زيرو هنا 3 زيرو. بعد كده في 9 وكلمة 1000 ب 3 زيرو 9,000 وهنا في 9,000 زيها بالظبط، يبقى ايكوال 2. بعد كده بقول choose the correct answer، اختار الإجابة الصح. دي أسئلة امتحانات كانت في الإكسندريا، فنشوف كده 62,234 وهنا 62,324. هنا جروب الثاوزند اللي هنا 62 وجروب الثاوزند اللي هنا 62، تمام. جروب الوانس اللي هنا 234 وهنا 300، لا يا مستر 300 مور ذان، يبقى هناخد الحل بتاعي للذان، لان بنعمل فتحه العلامه دي مفتوحه ناحيه مين؟ ناحيه النمبر الكبير، يعني الكبير ده يبقى الفتحه اللي العلامه دي مفتوحه عليه، يبقى نختار له السيمبلز للذان. طب هنا 1 مليون 1 مليون 248,056 وهنا 998,578، مين الأكبر؟ هنا في 3 جروب وهنا في 2 جروب، لا يبقى اللي في 3 جروب هو الإيه؟ هو الأكتر، يبقى الحل بتاعي كده. أو واحد بيختار كده يقول لي إيه؟ يا مستر الجروب النمبر ده فيه 7 ديجيت والنمبر التاني ده فيه 6 ديجيت، وطبعا النمبر اللي فيه 7 ديجيت مور ذان اللي فيه 6 ديجيت 3,230,765 و1,987,374. جروب المليون اللي هنا في كام؟ في 3، وجروب المليون اللي هنا في 1، يبقى مين الاكبر، الجروب ال1 ولا ال3؟ لا يبقى ال3، فالعلامه دي السيمبلز دي مفتوحه ناحيه الكبير ناحيه ال3، واختار له نفس اتجاه العلامه دي. دي اسمها ايه يا مستر؟ دي اسمها مور ذان. طب هنا 45 مليون وفي جنبها في الثانيه في كومبيرنج 45 مليون زيها. طب نجيب الجروب الثاني، جروب النمبر 2، جروب ال1000، في هنا كام؟ 254,000 وهنا في 678,000 هي الكبيره، فالسيمبلز مفتوح ناحيه الكبير، يبقى ده تبقى مين؟ للذان، فنختار له العلامه للذان. احنا بنتكلم في مين؟ في كومبيرنج نمبر، وبكده يبقى احنا خلصنا الليسون بتاع كومبيرنج بيج نمبر.